لذلك الذي رزق بالبنت فهنيئا له. إخواني في الله، الأبناء زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن كيف يمكن أن يكون الولد زينة الحياة الدنيا إلا أن يكون ولدا صالحا، بمعنى ربيته تربية صحيحة، يصلي ويحترم أبويه ويحترم الكبير ويرحم الصغير، أن تغرس في داخله عقيدة إسلامية صحيحة، يحب الله وليس رونالدو أو ميسي، يحب القرآن ويحب إخوانه المسلمين، وكل المنطقة وكل الأسرة وكل الناس يتكلمون ابن فلان ما شاء الله، عندئذ يكون ابنا صالحا الذي أنت تسعد به. لذلك رأينا الأنبياء جميعا، بل هناك الكثير من الأدعياء من الأنبياء يسألون الله جل وعلا أن يرزقهم بذرية صالحة، منها على سبيل المثال للحصر دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي يقول ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية صالحة، ويعني وبعد ذلك ووهبناه بغلام حليم. وكذلك أيضا هناك دعاء لزكريا عليه الصلاة والسلام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إذن الذرية الصالحة لا يمكن أبدا إلا بالتربية الصحيحة السليمة. أيها الإخوة الكرام، إن الأبناء عطاء رباني كريم يستوجب الشكر، يستوجب الشكر لا باللسان فقط بل إلى أبعد من ذلك، وهو التربية الإسلامية الصحيحة، أن تربي أبنائك. فهذا يدل، إن دل على شيء فإنما يدل على أنك شكرت الله عز وجل. الأب هو المسؤول عن أهله، هو المسؤول عن أبنائه، هو المسؤول عن زوجته. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالله عليكم، الابن من الأهل ومن الأسرة، كيف يمكن وقاية الأبناء من النار إلا بحمايتهم لأي شيء يؤدي بهم إلى الانحرافات وإلى الضلالات وإلى المعاصي والفجور، عندما تحميهم من الوقوع لهذه الأشياء؟ معنى ذلك وقيتهم وحميتهم بالوقوع في نار جهنم. أما الإنسان يأتي إلى المسجد
ويهتم بنفسه فقط. عندما يعود إلى البيت لا يسأل الزوجة هل الأبناء صلوا، هل قرأوا القرآن، هل حالات كثيرة، لا يسأل، بل يسأل هل اشتروا كذا، هل ذهبوا إلى كوليخيو، هل فعلوا كذا. أما مسألة الدين لا يهتم ولا يسأل، حتى الزوجة لا يسألها هل صليت، هل قرأت كتاب الله، هل أقرأت الأدعية المعثورة في الصباح وفي المساء، أبدا. ولكن يسأل هل تعشيتم، أو يسأل عن الغداء، وهكذا. إن كنت أبا صحيحا عليك أن تطبق هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الكرام، عباد الرحمن كان من أدعيتهم يدعون الله جل وعلا أن يرزقهم بذرية طيبة، بذرية صالحة. وأنت أيضا ينبغي أن تسأل الله دائما أن يرزقك بذرية صالحة، وعليك أن تقوم بدورك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتربية الأبناء كما بدأنا، لا بد أن تختار للزوجة، أن تختار عفوا لأبنائك أما صالحا. وإنما يرزقك الله تبارك وتعالى بالأبناء، أهم الشيء أن تختار لهم أحسن الأسماء، أحسن الأسماء. جلنا مع الأسف الشديد والله تسمع بعض الأسماء التي نسمي بها الأبناء ما أنزل الله بها من سلطان. تسمع أسماء المكسيك، أسماء التي ليس لديها معاني، أسماء الجن، أسماء الشياطين. لو تسأل الإنسان يقول لك والله أنا لا أعرف، الزوجة هي التي قالت هذا اسم معاصر، اسم جميل، لذلك أنا سميت. أنت ما دورك؟ أصبح الزوجات هن اللواتي يقودن البيت. الأب، الزوج، أنت المسؤول عن هذا الولد وعن هذه الزوجة. بل الجريمة الكبرى، أصبحنا حتى الأولاد هم يقودون الآباء. البيت، الزوجة هي لها قرار الأول والنهاية، ثم الثاني البنت إذا كان لديه بنت، والثالث الولد، هو أسفل السافلين. هذا عيب، أصبح كلا على مولاه، أينما توجه لا يأتي بخير. لا يا أخي الحبيب، لابد أن يكون لديك دور وأن تتحمل المسؤولية في اختيار أحسن الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تدعون بأسماء آبائكم فأحسنوا التسمية. أما نسمع كيكي، ميمي، إيهي، بعض الأسماء يعني لا تعرف. مرة سألت واحد أتى كي يسجل بنته في المدرسة، قلت له: ما معنى هذا الاسم؟ قال: لا أدري. قلت: لا إله إلا الله. قلت: أنا هنا جالس أمامك لا أعرف هذا المعنى، لا ليس له بعلاقة لا بالدين ولا حتى باللغة العربية.
من أين أخذ في التلفاز؟ تركنا كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونأخذ ديننا من التلفاز من المكسيكيين والمجرمين بدعوى العصر. هذه جريمة وجناية على الأبناء. وبعد ذلك إخواني في الله، من الأمور المهمة أن تعلم ابنك الصلاة، أن تعلم ابنك الصلاة. يقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا تيأس ولا تسأم، عليك أن تستمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واحد يقول: لو تقول له ابنك ما شاء الله ذكي وجميل عنده 5 سنوات لا يصلي، حان وقت الصلاة تجد هو يلعب وأنت هو يصلي، أو أنت كضيف تصلي معه وابنه لا يصلي، وإذا قلت له يقول لك مروا أبناءكم بصلاة سبع، يصير 7 سنوات بعد، بل بعد عنده ابن 10 سنوات 12 15 سنة ما زال يقول لك ما زال ابني صغيرا. اصبر يا إمام، ما زال صغير، ولا أطفال سبع، إذا كبر هو يصلي بنفسه. لا إله إلا الله. هذا الحديث ليس المقصود أن تترك ابنك حتى يصل إلى سن السابع، يتكلم على أقل الواجب. أما لما منذ أن كان الولد صغيرا عليك أن تبدأ معه، عندما يصل إلى سن السابع عليك أن تركز، أن تركز معه إلى أن يصل إلى سن العاشر. لا يحتاج أن تكلمه عن الصلاة. عندما يصل الولد إلى سن العاشر ستجده يحافظ على الصلاة، بل هناك أحد الأبناء كان صغيرا أبوه يشجعه على الصلاة ويقول له: الذي يصلي يدخل الجنة ويصبح إنسان كريم وإلى آخره، والولد يحافظ على الصلاة. وذات يوم حان وقت الصلاة والابن جالس والولد ذهب وصلى ورجع وأبوه جالس في البيت، ثم ابن سأل أباه: لماذا أنت جالس ولم تصلي؟ ألست أنت الذي قلت لي بأن الصلاة كذا وكذا وكذا؟ فبدأ الأب يبكي. أصبح الولد الصغير يعني هو الذي يربي من؟ يربي أباه. لذلك علينا أن نشجع الأبناء على الصلاة، أن نصلي معهم في البيوت وأن نأتي معهم إلى المساجد ويتعلمون الصلاة ويصلون معنا. دقق في كيفية الوضوء وفي كيفية صلاة أبنائك، وخاصة البنات، تجد البنت تتزوج ولا تعرف حتى الصلاة ولا تعرف حتى الوضوء ولا غسل الجنابة. حصل في مدينتنا في بنيدوم، امرأة توفيت وأتت أختها إلي قالت: يا إمام ابحث لي امرأة التي تغسل أختي. قلت لها: أنت مريضة؟ ما دورك أنت؟ قالت: أنا ما سليش، ما بعرف أتوضأ. لا إله إلا الله، يعني تعلمت كثيرا. امرأة كبيرة أنت تقولين لا تصلي لأنك لا تعرفين الوضوء ولا تعرفين كيف تتوضي ولا تصلي، حتى لا تعرف كيف، جريمة. أين دور الأب؟ ترك هذه البنت حتى وصلت إلى هذه الدرجة. أن تعلم ابنك أيضا كتاب الله، أن تعلمه القرآن، وأن يقرأ قراءة سليمة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتق فيه له أجران. في كل الأحوال ابنك يربح، سواء لا يجيد التلاوة أو يعاني من بعض الصعوبات مخارج الحروف وما شاكل ذلك، إما لصغر سنه أو بأسباب أخرى، وهو يحاول ويجتهد. إذا كان يقرأ بشكل سليم مع السفرة الكرام الملائكة الذين ينزلون بالوحي، أما إذا كان يقرأ ويعاني من الصعوبات له أجران، أجر القراءة وأجر الصعوبات التي يعاني منها. جلنا لا نهتم بكتاب الله ولا نبالي أن نغرس هذا في قلوب أبنائنا. لذلك رأينا في قصة لقمان ذلك الحكيم ماذا قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك